مشاهدينا سهلا ومرحبا بكم في قناة ميشيل فلوغ. هاد لا فيديو هادي صراحة بغيتكم تشوفوها. هاد لا فيديو هادي خصيصا في هاد الشلال ديال الأوزون. يلا خليكم معنا نكتشفوا جميعا. غير عجبتني هاد لا فيديو هادي وانا نعمل فيها هاد الرياكشن واعر. خليكم معنا. واو ذيس از موراكو بيبي. هاد لا فيديو هادي اللي غتشوفوا دابا هذا هو الشلال ديال الأوزون. بقاو معايا تشوفوا المنابيع منين جاي هاد الماء سبحان الله. يلا بقاو معايا في هاد لا فيديو هادي. خليكم معايا في هاد لا فيديو هادي والله تشوفوا معايا هاد العالم اخر، شي حاجه انكرويابل. الشلال والهراج والدنيا زاهيه والله تا سي با بوسيبل تشوف هاد العالم هذا بشي عالم اخر. This is Morocco baby. يلا خليكم. الحاجه الوحيده اللي تنحذر منها الناس اللي تيجيو الاوزوط وهي هاد الحفاده ديال الشلال اللي كتشوفوا معايا هنايا، حيت ما كاينش باليار فهمتيني، كاين واحد البلاصه فيها السلسله ولكن كاين اللي ما صيحتش وليدات وكاينين وليدات صغار وداك الشيء، لكن هاد البلاصه اللي فيها انا ما فيها لا سلسله لا والو فهمتيني، كاين الشلال منك للارض عرفتي، الا مشيتي يا خويا تطيحتي هنايا ما يلقاوكش نهائيا. اخوان والله حتى فاش كنجي لهنا الاوزود وكنشوف هاد المياه هادي وهاد الخيرات كنقول الحمد لله، عرفتي عقلي تيتفورماطا صراحة. داك الحس ديال الناس اللي تيقولوا الجفاف وكذا ما تيبقاش عندي في الدماغ ديالي، شي حاجة رائعة جدا. خلاو ليا بروسي اخوان تبعوا معايا هاد لا فيديو هادي شي حاجة واعرة. انا خساريت هاد المحتوى حيت تيعجبني بزاف صراحة، تعجبني الطبيعة بزاف انا والمياه الاشجار. اوزوت شي حاجة رائعة جدا بيوريفول والله حتى واعرة صراحة، تجي هناك تهدم مع راسك. يلا تهلاو ليا فراسكم.